ما هي عورة المرأة أمام المرأة سواء كان يعني من نسائها أو النساء الأجنبيات؟ أي نعم، الظاهر أن عورتها كعورة الرجل، عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، سواء من أهل البيت أو من نساء خارجيات أو من مؤمنة أو من كافرة لا فرق. لكن ما لا تريد من هذا السؤال؟ مثلاً يعني أتريد أن تخرج المرأة بثوب يستر ما بين الصدر والركبة لنسائها؟ أتريد هذا؟ إن النساء اللاتي يسألن عن هذه النقطة يريدن هذا، يريدن أن نقول تخرج المرأة أمام المرأة وليس عليها إلا لباس يستر ما بين الصدر والركبة، وهذا لا يمكن قوله أبدا. حتى هذا، حتى نساء الكفار لا بد تجعل على فتيها شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الناظرة ولن يرخص لللابس، قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، عرفت؟ وهنا فرق. ولذلك نقول معنى هذا الحديث أن المرأة لو انكشف ساقها لعمل شيء في بيته، أو انكشف ذراعها وعرضها لعمل شيء في بيته، أو انكشف صدرها لحرارة أو ما أشبه ذلك، أو خرجت هديها لإرضاع ولدها أمام النساء فلا بأس به. أما اللباس فيجب أن يكون فضفاضا سافرا كما يفعل النساء الصحابة، يعني من الكعب إلى من الكف إلى الكعب في البيت. إذا خرجت فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها، أي للمرأة، أن ترخي ثوبها إلى ذراع لئلا ينكشف قدمه، ودع عنك من يتبعون المتشابه من نصوص الكتاب والسنة، فإن هؤلاء على خطر عظيم. ومن حكمة الله عز وجل أن الله جعل نصوص الكتاب والسنة بعضها محكم لا التباس فيه ولا اشتباه، وهذا من المعلوم أن كل إنسان سيؤمن به، وجعل بعضها متشابه امتحانا، فمن كان مؤمنا راسخا في العلم حمل المتشابه على إيش؟ المحكم، فيكون الكل محكم، ومن في قلبه زيغ حمل المحكم على المتشابه واتبع المتشابه. فليحذر المؤمن أن يكون من هؤلاء. ولتعلم أيها الأخ أن فتنة النساء عظيمة، وأنه هلك بها من هلك من الأمم السابقة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. وهذه الفتنة أيضا ستكون في هذه الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. قالوا اليهود والنصارى، قال نعم. في عصرنا الحاضر أعداؤنا لم يأتونا يقولون أعبدوا المسيح ولا أعبدوا اللات والعزى ولا أعبدوا البقر أو الشمس أو القمر، لأنهم يعلمون أن هذا غير مقبول لدينا، لكن أتونا من قبل الشهوات، فوضعوا الفتنة في النساء. ومعلوم أن الإنسان إذا اتبع هذه الفتنة صار بمنزلة البهيمة، ليس له هم إلا إشباع بطنه واتباع شهوته، فهلك وظل وأظل. ولذلك انظر تسابق الناس إلى أقراص الفياجرة لما ظهرت، صاروا يشترونها بغالي أثمان، وهي قد تقتل الإنسان أحيانا، لكن يقول لعلي أكون من النبي. لماذا؟ لأن هذه الأقراص تقوي
الشهوة فتراكض الناس عليها. ولو صيح به بأن معلما في البلد الفلاني القريب والبعيد يعلم الشريعة في أصولها وفروعها، أتراهم يتراكضون على هذا؟ عجيبين، ما أظن. وإن ركض بعضهم تخلف الآخرون. فهذه الفتنة الآن أصبحت مشكلة. النساء نزع من كثير منهن الحياة، وصلنا ينظرن إلى نساء الغرب اللاتي نزع الله منهن الحياء والإيمان، والحياء كما نعلم من الإيمان. وبعض الناس ممن يتبعون الشهوات وممن ركبته نساؤهم صاروا على هذا. ولذلك يجب على شباب المسلمين أن يحذروا من هذه الفتنة، فتنة عظيمة هذه، ما هي هينة. وأن نسد كل طريق، وأن نوصد كل باب يوصل إليه. نسأل الله أن يحمي المسلمين.